الله من الشيطان الرجيم. ما تقفش كده، ما تقفش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض.
يا عمنا. ما شاء الله. خش يا واحد خش. الله اكبر. جميل والله. هل من خالق غير الله؟
يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ يا لا إله إلا هو. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. اتخذوه عدوا.
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرة صلى على حضرة النبي عليك يا سيدنا فلا تذهب فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا الله يا أستاذ الله أكبر
الله أكبر. الله عليك يا سيدنا. صلوا على سيدنا النبي. فإن والله هتتعبنا تاني. والله هتتعبنا. سمعنا تاني. سمعنا تاني. الله يحفظك. كده طالب. ما شاء الله. فلا تذهب نفسك عليهم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات حبيبي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها الله وحده عليك عليك يا سيدنا اشكر الله الله أكبر كذلك النجوم كذلك النجوم والله الذي أرسل سبحانك يا رب والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا سبحانك يا رب
لك يا رب قادر على كل شيء. والله فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.
وما يؤمر من معمر
حالك يا رب. وما يستوي وما يستوي البحران وما انما تحرمنا النبي. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلك.
خلق الإنسان من
بنفتح عليك. لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك خلق الإنسان من علق اقرأ خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى كلا صدق الله العظيم. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام استمعنا من ايات الله البينات فلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي كله وقارئ مسجد المشير طنطاوي بمدينه القاهره الاذاعه الصوتيه والانوار الكهربائيه ومحطه ديزل الفخمه ومخازن الفراشه الكبرى قصر الضيافه المتمثل في جميع انحاء الجمهوريه والخدمات الفندقيه الممتازه اداره اولاد الحاج عبد المجيد محمد والمقيمين بطنان ومعنا من تصوير الحفلات الدينيه مهندس احمد الجعبري. اخوة الايمان والاسلام بعد قليل نستمع الى تلاوه قرانيه مباركه يتلوها علينا فضيله القارئ الشيخ ضياء الناظر المختال باتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري.